انسى يا زلمة هذا. والله انت عارف والله شوف شفت اخذ منهم مصاري من على بطعه في الملعب. لا بحسب لخيو هدول طلع اني اللي عندهم عم بفتحوا بالشام والله العظيم انا عارفان الله وين حيطهم على الاخير سكرانين خيو. طب شلون بدك تعمله؟ خيو ما عم بيحسب لك ما بيحسب والله اي قوموا مكانه يروح على البيت ما عم بيحسب ما شفت والله هون فرجين شوف والله شوف اطلعوا عليه وتعلموا فرجين عشان تعرف فرجين يلا معقول بيعطي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدك تقول؟ علاء في خبر ما حلو أبدا. خيو عندك مات كلهم ماتوا أمك أبوك مرتك أولادك كلهم هبطت فيهم البناء والله العظيم كلهم البناء كلهم نزلت فيهم. لا حول الله بس أخوي علاء خيو هبطت فيهم البناء بس مو القصة مو القصة القصة انه هلا هدول تبعوني اللي سعوا في المستشفى بدهم مصاري واقفين عم لحقوني الي هلا اجاني التليفون يعني بدهم لحقوني بدهم مصاري بعد اذنك مصاري ايه ايه لحقونا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه كرهوا اسمه كرهوا اسمه مرة تفك البطخ هذا يا سلام يا بنو ما تهمني والله ومرتي وولادي كلهم ماتوا في البناية معلش يا سلام وقت في البناية كلهم ماتوا الله يرحمك معلش طول بالك يا سلام خلاص الله ولا بالك يا سلام يا سلام كلهم ماتوا يا امي وابوي ميتين من زمان يا زلمه امي وابوي من زمان 20 سنه ميتين لك شلون عم بقول هذا لك انا انطر لك ناصه وانا بقالي متجوز وما عندي اولاد كمان كمان ما عندي اولاد ولا ولد معي حسبي الله لحظة لحظة انا ما اسمي علاء قال علاء انا ما اسمي علاء كمان انت ايش اسمك انت؟ ما علاء المهم علاء بدنا الصوم اصبح اخذ مني مصاري بدنا الصوم الله يصلحك ضروري تعطي مصاري اخذ مني قال لي ابوك وامك اخذ المصاري وراك الصغيره اخذ المصاري يا زلمه